بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. الآن بفضل الله تعالى سنقارب بإذن الله تعالى وتأييد وبركاته 5 آيات من أول سورة الحج بالقريميش. نبدأ بآية 19. ربي يشير إلى نبينا عليه السلام ولمن آمن بالقرآن إلى خصمين دوكلو إل ديزيني دوكلو أوبوزي سولي دي ميكريون سولي دي كرويون دي فيدال. Les croyants sont fidèles à leur maître et les autres sont infidèles à l'égard du vrai maître. Hadani khasman. Donc, en état de dispute. Khisam, ahna abr al-tarikh, al-qalla hiya al-rasikha fi diniya wa man yuharibuha hima al-kathra. Ay al-kuffar, alli ma yafhamouch ma'na Allah. ولا يقول بوحدانية الله وإلا عندهم شوية انتباه لبعض آيات الله. يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم. حالتهم عبر تاريخ البشرية عندهم خصام في شأن الرحمن السيد المطلق جل جلاله وعم نوال. هذان خصمان اختصموا في ربهم. نصر خطيرة ياسر. صبا تبريركم لكفركم. احنا عنا افلا يشك. لا يتطرق لينا اي شك في شأن وجود اله خالق كل من هو سواه. ولا نقبل فكرة الشرك لأن يعني الله كامل الأوصاف له الأسماء الحسنى مستحاجة لأي إن كان خلقه أجمعين. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا بالدم الكافرين. أما شأن الكافرين لازم في ذلك الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يعني يا ربي هيئ لهم على مقاسهم على الكرونتاي والبتيتاي. كل واحد منهم عنده كما تقول تمشي للترزي قيس على مقاسك طرفان الجذع والمجر والرقبة. يقول مولانا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يعني ثيابكم ماهيش قماش بل نار موقدة. كلما نضجت جلودكم يبدلها ربي بجلد آخر ليستمر العذاب والأغلبية متاعكم خالدين في ذلك العذاب. يعني قاسيو حر جهنم حين يوقعهم الله في التونها قطعت لهم ثياب من نار. ما يكفيش ذلك يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يعني البرازيل يبرد لهم إلي دي برسي سير او يصب من فوق رؤوسهم سدير دو برد سير تات. شو تسأل visualiser cette scène-là, horrible. Il est vraiment une scène très hyper violente. Parce qu'ils ont été, auparavant, lors de l'ici-bas, violents à l'égard de ceux qui croient en l'unicité de Dieu et en l'existence nécessaire du maître Allah. من فوق رؤوس العالمين. ننتقل إلى الآية 22
من نفس الصورة يصهر به الحمل الملكة ما في بطونهم والجلود، يعني يذوب من شدة ارتفاع حر النار تذوب أنيا لفيسير والجلود إلور بو لورتيسي ديرماتولوجيك. نعود إن شاء الله، والعود إلى الله دائما. أحمد نحمدك مولانا يا حميد، السلام على من وحدك يا حنان يا منان يا هادي.